انهارت أسعار النفط وقعنا في أزمة. ولهذا أقول الإصلاحات المالية والإدارية اللي قاعد نقوم بها اليوم خليت الأزمة المالية برئاسة السيد وزير المالية دكتور علي علاوي هو ليس الهدف فيها رد فعل لانهيار أسعار النفط، وإنما إصلاح القطاع المالي والاقتصادي والإداري في البلد حتى يأسس لوضع صحي طبيعي، مو تكون سياستنا رد فعل لانهيار أسعار النفط. أسعار النفط انهارت هذا سوق، ولكن سوء الإدارة اللي ورثناها من الماضي منذ عام 2003 ولحد الآن خلتنا نتعامل كأنما رد فعل. هل أقول إصلاحات؟ أزمة الخلية مستمرين بها. نعم أعرف هناك من يشوشر ويحاول أن يبين الحكومة كأنما تتراجع، لا، الحكومة عندها ورقة بيضاء للإصلاحات في كافة القطاعات. مستمرين بها وحاطين وقت زمني لتقديمها، بعد ما تنضج الورقة نفتح نقاش على الصعيد السياسي الاجتماعي والنقابات والقطاعات الاجتماعية ليش الناس يجلع يسوي إصلاح. أما التراجع ماكو تراجع. الورقة في مراحلها الأولية صار هناك لغط وصار هناك تشويهات وصارت هناك مزايدات لكتل سياسية لتبين حكومة ضعيفة، لأن هاي الحكومة حكومة مستقلة بالكامل، رئيس وزراء ما عنده حزب ولا عندي كتلة غير كتلة الشعب، رهان على الشعب العراقي ونطلب فرصة لمعالجة كل الأمور بهذا البلد.